السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. كيف حالكم يا جماعة الخير؟ إن شاء الله بخير وبصحة وعافية. اليوم عندنا قصة، بس قبل ما نبدأ بالقصة عندي شرط بسيط أتوقع قليل ما أطلبكم، اللي هو أنك تشترك في القناة وتضغط على زر اللايك، لأني قاعد أتابع الإحصائيات قاعد ألاحظ أن الناس تابعوا مقاطعي مو مشتركين في القناة. المهم باقي لي شوية على 100,000، وهذه أول مرة أتوقع أطلبكم في ذا القناة. باقي شوية على 100,000، اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط على زر اللايك واستمتع في قصة اليوم. مثل ما أنتم عارفين أن الرجل الناجح لازم تكون عنده قصص كثيرة، منها قصص عائلية، منها تجارب في حياته، وأكيد في موقف راح يحدد الهدف. الموقف هذا يخليك أغنى رجال العالم أو أكثرهم فقراً. مثل ما أنتم عارفين أن قصص النجاح دائماً تكون فيها مخاطرات كثيرة، يعني ما في شخص كذا من أول ما يولد على الدنيا يكون تاجر وناجح في نفس الوقت، كل شيء يحتاج جهد وعمل. في قصتنا اليوم راح تتكلم عن شخصية حرفياً عانت في البداية ونجحت في النهاية. طبعاً الشخصية اللي راح نتكلم عنها اليوم اللي هو إيلون ماسك، أتوقع الاسم سمعتوه في الأيام اللي فاتت بشكل مرة كبير، الشخص اللي الناس تخيلوا أنه دهور الاقتصاد ولعب عليهم. طبعاً الشخص هذا اشتهر وزادت شهرته في الآونة الأخيرة عندنا، اللي هو عن البلبلة والكلام اللي طلع من ناحية العملات الرقمية وخاصة عملة البيتكوين. الرجل اللي دخل بمبلغ مهول حرفياً في عملة البيتكوين، بعد فترة سحب من حصته في عملة البيتكوين ممكن حوالي 2-3%، والرجل هذا إذا غرد كان يرفع سهم العملة الرقمية فوق، وإذا قال أن العملة هذه سيئة حرفياً العملة هذه ينزل سعرها. يعني الشخص هذا من قوة معاه فلوس والناس قاعدة تتبعه كان مسيطر على سوق العملة الرقمية في الآونة الأخيرة، وهنا كانت يعني فياً نقطة الشهرة حقتها. طبعاً الشهرة هذه بس عندنا حنا، بس الناس يعرفون في الصناعات اللي هي مثلاً سيارة تسلا والأشياء اللي كان يسويها فهو معروف من زمان. وزيادة على كذا ممكن سمعتوا عن البنك الإلكتروني اللي هو بايبال. خلنا نستمتع في قصة الشخص هذا من الصفر إلى الأخير، ممكن يوم من الأيام نحصل أحد منكم تاجر مثله. طبعاً إيلون ماسك بداية حياته عانى مشاكل اجتماعية كثيرة، مثل طلاق والديه وهو صغير في العمر، وتعرضه بشكل يومي للتنمر في المدرسة من أصحابه. لما نرجع لولادة إيلون ماسك، انولد في مدينة بورتوريا في جنوب إفريقيا عام 1971، ودائماً أبوه يقول إن إيلون شخصية انطوائية. إيش معنى انطوائي؟ يعني كان غير اجتماعي، ما يطلع مع الناس، يحب يجلس لحاله، ساحب على العالم الخارجي بشكل مرة كبير. وبرضو كان والد إيلون يقول إيلون أخوياه كانوا يطلعون يتمشون ويروحون الحفلات ويلعبون، وكان إيلون ماسك دائما موجود بين الكتب. يعني الشخص هذا نويها علم من البداية. برضو عائلة إيلون عائلة عائدية لدرجة أمه كانت أخصائية تغذية، يعني ما كانت شاغرة أحد أكبر الوظائف الموجودة في المدينة. في عام 1979 حصل الطلاق بين والدين إيلون، قرر إيلون أنه يروح يعيش عند أمه هو وأخوه الصغير. في عام 1983 يوم كان عمر إيلون 12 سنة، قدر أنه يبيع لعبة بسيطة لمجلة كمبيوتر، باع اللعبة هذه $500 فقط. طبعا لما تشوفهم فيه طفل بعمر 12 سنة قدر أنه يبيع لعبة بهذا المبلغ، ترى إنجاز كبير. بس لما نروح لحياة إيلون في المدرسة، ما كانت حياته سهلة، لدرجة أنه دخل مستشفى كذا مرة بسبب أنه قاعد يتعرض للضرب من طلاب كانوا يتنمرون عليه. في مرة من المواقف صارت فويلن على الدرج وضرب راسه وفقد وعيه. مع كل هذا التنمر وكل هذا الضرب اللي قاعد يتعرض له الشخص هذا، قدر أنه يصبر على نفسه، يكمل دراسته ويتخرج. طبعا أول ما خلص ثانوية وتخرج قرر أنه يروح لكندا عند والدته. طبعا إيلون كان عنده فكرة في رأسه أنه إذا راح عند أمه في جامعة هناك في كندا اسمها كوينز، والجامعة هذه موجودة في مدينة كينغستون. وبعد سنتين من دراسته داخل الجامعة هذه قدر أنه ينتقل لجامعة ثانية اسمها بنسلفانيا. المهم انه خلص دراسته في هذه الجامعة بتخصص فيزياء واقتصاد. طبعا من هنا إيلون ماسك اكتسب بعض الخبرة من هذه التخصصات. اول ما خلص الجامعة على طول قرر إيلون ماسك انه يستاجر هو خويه بيت هناك من 10 غرف. اصول ما تسمع كذا 10 غرف تعرف ان إيلون ماسك قلب البيت هذا كله كلوب. طبعا الهدف من هذا الكلوب انه يجمع فلوس ويدخل جامعة عشان يقدر يكمل الدكتوراه. وفعلا دخل جامعة ستانفورد، ولكن ما كمل الدراسة حرفيا. من اول ما بدأت الدراسة قررنا يفصل.
عاد في ذاك الوقت كان اكثر الناس قاعدين يستثمرون في الانترنت، كل بيت تحصل فيه شخص مستثمر. قرر انه يجرب حظه ايلون وانه يدخل في الاستثمار عن طريق الانترنت. بس لاحظ ايلون ماسك ان في استثمارات تحتاج مبالغ كبيره، قرر انه يدور له مستثمر هناك عشان يسوي الموقع لفراس. المستثمر هذا يدعم ايلون ماسك فلوس، وايلون ماسك قاعد يشغل الفلوس هذه. بحث في كل مكان، فيا صل مستثمر، والمستثمر هذا عطاه 28,000 دولار، قال له تفضل استثمر لي هذا. طبعا كانت فكرة إيلون ماسك انه هو يسوي موقع مخصص للسفر والسياحة، والموقع هذا يعطي ارشادات السفر صحف العالمية. طبعا ذيك الفترة إيلون ماسك كان يحتاج شخص يعتمد عليه، قرر انه هو يختار اخوه. وفي ذيك اللحظة صدق إيلون ماسك طلق موقع زبتو. إيلون بعد ما اطلق الموقع هذا من قوة الشغل اللي كان عليه والضغط، قرر انه يعيش حياته داخل المكتب حقه وينجز الاشياء الخاصة بموقعه، وقدر انه ينجح الموقع هذا نجاح باهر. وعلى سالفة المواقع هذه حبيت اقولكم اني اطلقت متجر اسمه جيمرز واي مخصص للاعبين. المتجر هذا في الاونة الجاية راح يوفر اشياء كثيرة مخصصة للجيمينج، بس حاليا متوفر عندنا اللي هو منتج الجي فيول. فائدة المنتج هذا انه فيه فيتامينات البي 12 والبي اي والسي، وبرضه فيه مادة الكافيين. فهذه الاشياء راح تزيد نشاطك قاعد تلعب في احد الالعاب. التوصيل راح يكون خلال يومين، رابط المتجر راح تحصلونه تحت الديسكريبشن، توصيل لجميع دول الخليج. خلينا نكمل السالفة. من قوة ان الموقع فيه اقبال مرة كبير، قدر انه يحصل شركة تشتري منه هذا الموقع اللي سواه، والشركة هذه يطلق عليها اسم كومباك، وشرت الموقع بمبلغ 341 مليون دولار، واللي كسب منها إيلون 22 مليون دولار. طبعا المبلغ هذا يعتبر قوي، فإيلون حاليا جاهز انه يستثمر وعنده مشاريع كثيرة في رأس. على طول إيلون أصلا من اول ما باع وخذ الفلوس قرر انه يفتح موقع جديد في الايام اللي بعدها مباشرة، اللي كان اسمه ماستكوم، وهو موقع مصرفي الكتروني. وبعد سنة تم دمج موقعه مع كونفينيتي، والشركة هذه مخصصة بالأمور المالية، بس إن الشركة هذه مبتدئة. والشركة هذه أسسها اللي هو بيتر فيل. بعد ما ادمجوا الموقعين هذه طلع عندنا الموقع المعروف والبنك تروني المعتمد اللي هو بايبال، والبنك هذا كان المدير التنفيذي حقه إيلون ماسك. لكن الموضوع ما طول ولا كان في صالح إيلون ماسك انه هو يكون المدير التنفيذي لشركة بايبال، لان شركة اي باي تدخلت وشرت شركة بايبال في اواخر 2002. وبما ان إيلون ماسك كبر المساهمين الموجودين في الشركة، قررت شركة اي باي انه تعطي إيلون ماسك حصته اللي هي 165 مليون دولار. طبعا لما تتعمق في شخصية إيلون ماسك راح تلاحظ انه دائما يحب الخيال العلمي، لدرجة انه في يوم من الايام قرر انه يشتري صاروخ. الصاروخ هذا روس، راح تفاوض على طول مع شركة مخصصة للصواريخ، والشركة هذه روسية. قال لهم انا ابغى اشتري منكم صاروخ، كم يكلف الصاروخ؟ قالوا ما يدري انه راح يكلفك الصاروخ هذا 8 مليون فوق، يعني 8-10 مليون. قرر انه إيلون ماسك انه يرفضهم، يقول انا اقدر اصلا اصنع صاروخ بفلوس. طبعا في عام 2002 قرر إيلون ماسك انه يطلق شركة سبيس اكس. الشركة هذه مخصصة في استكشاف الفضاء. كانت من طموحات إيلون ماسك الغريبة انه يروح للمريخ ويموت في المريخ، وزيادة على كذا انه يخلي اسعار الرحلات من الارض للفضاء رخيص. الرجال ذا حرفيا يبغى يسوي بزنس في الارض، يبغى يسوي بزنس في الفضاء، يبغى يسوي بزنس في كل مكان. اساس عندنا هنا في الارض السواليف هذه كلها في الارض، راح نترك السواليف اللي في المريخ. وفي 2004 قرر انه يأس شركة تسلا، الشركة المعروفة عالميا. الشركة هذه مخصصة للسيارات الكهربائية. حرفيا انا جربت تسلا في الامارات، في سيارة مرة رهيبة من كل التفاصيل. وقرر برضو انه ينشئ شركة مخصصة للطاقة الشمسية. قرر انه يكلم عيال عمه، قال خذوا رأس المال هذا واهتموا في الشركة هذه. طبعا إيلون ماسك ما قدر يصبر، عقله كذا شغال 24 ساعة، كل شوي مطلع افكار بزنس جديدة، وجاب فكرة جديدة القطار مرة سريع. والقطار هذا لدرجة ما هو سريع يقدر ينقل الركاب من لوس أنجلوس الى سان فرانسيسكو خلال 30 دقيقة. طبعا القطار هذا يطلق عليه اسم هايبر لوب. سرعة القطار هذا نص سرعة الصوت.
يقطع 383 ميل في الساعة. طبعا أعمال إيلون ماسك كثيرة والله العظيم أنها ما تنتهي نهائيا، بس وش العمل اللي سبب بلبلة كبيرة في الآونة الأخيرة؟ في بداية جائحة كورونا نزلت أسعار العملة الرقمية وخاصة البيتكوين، استمرت فترة طويلة بعدين قاعدة ترتفع بشكل تدريجي لين دخل إيلون ماسك لدرجة أنه مؤثر بشكل مرة كبير والناس دائما تصدقه. غرد تغريدة كذا سريعة ودخل في البيتكوين ورفع سهم البيتكوين بشكل مرة كبير لدرجة البيتكوين الحين ما أدري كم واصل، ممكن 47 ألف دولار من 14 ألف دولار، يعني ارتفاع مرة رهيب. وكان يغرد في تويتر ويتحكم في جميع العمل، أي تغريدة ينزلها إيلون ماسك تكلم فيها عن عملة الجميع يشتري هذه العملة وترتفع أسهمها. طبعا مع الجائحة والأمور الاقتصادية اللي قاعدة تمر فيها العالم، قدر أنه يكسب إيلون ماسك 146 مليار دولار. طبعا هذه كلها خلال 12 شهر بعد هذا النجاح الكبير لإيلون ماسك، يصنف كثاني أغنى رجل في العالم بثروة تتجاوز 177 مليار دولار. إلى هنا وصلنا نهاية مقطع اليوم، اكتب لي رأيك في إيلون ماسك، توقعون يوم من الأيام راح أصير في المقام اللي هو فيه الآن؟ وقع في الأحلام، أشوفكم في أمان الله، السلام عليكم.